صباح الخير واهلا وسهلا بكم مجددا. العدسات اللاصقه وايضا النظارات سواء كانت الشمسيه او الطبيه بين رخص سعرها وقديش هي تستعمل طبيا بطريقه لا تؤذي العيون. هذا حديث معاذ الرديدي اليوم من الميدان. معاذ صباح الخير، الكلمه لك. صباح الخير مشاهدينا، اليوم من الميدان سنتطرق إلى موضوع كثير مهم. هذا الموضوع لربما في الآونة الأخيرة ظهرت العدسات وأيضا النظارات المقلدة التي تعتبر أسعارها أرخص بكثير من النظارات والعدسات الأصلية. هذه النظارات لن تكتفي بأن تكون في جيب المواطن الأردني، بل ستقوم بإلحاق الضرر فيه من نواحي عدة، نواحي بصرية وممكن أن تصل إلى أمور أخرى. للحديث أكثر عن هذا القطاع وتحديدا عن هذه النظارات والعدسات نتحدث مع الأستاذ محمد نعلاوي، وهو عضو الهيئة الإدارية في الجمعية الأردنية لفاحصي البصر. صباحك سعيد. صباحك خير، الله يسعدك معاذ، كيف حالك، شو أخبارك؟ تمام، نشكرك. الله يسعدك محمد. اليوم نتحدث عن النظارات، أكانت شمسية أو أكانت طبية، تباع على البسطات وجنبات الطرق وبأسعار رخيصة جدا لا تصل إلى النظارات الطبية أو حتى الشمسية وأيضا العدسات. ما هو مدى الضرر الذي تلحق هذه النظارات والعدسات بعيون المواطنين؟ بداية أهلا وسهلا فيك معاذ حبيبي، الله يسعدك يعني ومشكور على الزيارة الرائعة. بالنسبة للنظارات الشمسية المقلدة أو المزيفة ضررها يعني جدا كبير، ومشكلة الناس أنه ما عم يوصلها الرسالة اللي إحنا بنحكيها كفاحصين بصر أو كأصحاب محلات نظارات في المملكة. فإحنا بنتمنى من الناس أنه يستوعبوا كمية الضرر الكبير اللي بتعملوا هاي النظارات الشمسية المقلدة أو العدسات اللاصقة المقلدة أو الفريمات الطبية المقلدة. طيب هذا الضرر يصل إلى درجات عالية ولا يمكن يعني معالجته؟ قد ايه بدنا نقيس حجم الضرر؟ هلا معاذ احنا بنحكي بأبسط الأمور، ممكن انه انت تكون لابس نظارة شمسية مقلدة او مزيفة او نظارة شمسية من نوع الرديء، ممكن يصيبك صداع، هذا الصداع ممكن وانت بتسوق تعمل كارثة، ممكن يصيبك دوخة وانت بتسوق تعمل كارثة، هاي أبسط إشي ممكن يصير، تمام؟ واحنا بنحكي في أسوأ الأحوال ممكن تصل للعمى لا سمح الله. الناس بتعتقد انه انا بس البس نظارة شمسية مقلدة انه خلص اول ما اشلحها رح تصير معي مشكلة، لا، مشاكل النظارات والعدسات بتصير على المدى البعيد. زمان كنا نشخص او نحكي يعني بدناش نحكي مصطلحات طبية كبيرة، يعني زمان كنا نشخص المي البيضة، المشاكل ارتفاع ضغط العين، مشاكل الشبكية على الأعمار الكثير كبيرة، يعني 70 75 80، هلأ عمالهم الأطباء بشخصوها على عمر 47 48 سنة، 50 سنة ماكسيمم. فمشاكل ارتداء النظارات المزيفة في أبسط أمورها ممكن تعمل لك غباش في النظر، في أسوأ أمورها ممكن تعمل لك عمى، عداك عن إظفر اللحم اللي ممكن يصير في العين، عداك عن المي البيضة، عداك عن المشاكل اللي بتصير على الشبكية. تمام. طيب محمد، احنا اليوم نحكي عن عدسات لاصقة ونظارات شمسية، هل برضو النظارات الطبية الموجودة على جنبات الطرق في بعض الأحيان ممكن نلاقي نظارة طبية بنشوف انه لبسها والله خف الغباش عندي؟ هلا احنا الفريمات الطبية بنواجه فيها مشكلة انه ما بتكون مصنوعة من مواد صديقة للبيئة أو من مواد ممكن أنه يستهلكها المواطن أو من مواد ممكن أنه الإنسان، يعني مثلا الفريم بقول لك الفريم الطبي ما بضر، بس هو فعليا بكون مصنوع من مواد ممكن أنها تعمل لك سرطانات مع الجلد على الاستخدام على المدى البعيد. هلأ الفريم الطبي بيكون له في مواصفات معينة، في له مقاييس معينة، بدخل البلد بطريقة نظامية 100%، خاضع لجميع المواصفات والمقاييس، خاضع للغذاء والدواء وحاصل على جميع التراخيص، تمام. ريثما النظارة اللي خلينا نحكي مش 100% المقلدة أو المزيفة بتدخل للبلد بطرق غير شرعية، تمام، وأي إشي بدخل البلد أو أي مكان في العالم بطريقة غير شرعية فهو بيكون فيه مشكلة. حلو، يعني اليوم نتحدث عن دخول هذه النظارات وهذه العدسات بطرق غير شرعية للمملكة وجميع النظارات الأصلية وما يباع في المحلات المرخصة هو بيكون خاضع للمواصفات والمقاييس ومؤسسة العامة للغذاء والدواء وجميع التراخيص. جميع التراخيص الدولة مصدر. طيب اليوم احنا في دور كثير كبير على المواطن، وفي دور ايضا على فاحصي البصر، وفي دور على اصحاب المحال التجارية لتوعية المواطنين. اليوم بدي تحكي لي انت كعضو هيئة إدارية وايضا صاحب محل، ايش كيف ممكن نقسم هذه الادوار؟ كيف بيكون دور المواطن وكيف بيكون دور الجهات الرقابية وكيف بيكون دوركم كاصحاب محلات؟ هلا سيدي احنا النقابة العامة لأصحاب مهن البصريات مشكورة، طورت نظام المهنة الجديد،
طبعا الرساله اللي بوجهها انا للمواطنين انه دائما توجهوا لاصحاب الاختصاص، مراكز البصريات هي الجهه الوحيده المخصصه والمرخصه لتجاره البصريات، تجاره النظارات الطبيه، تجاره النظارات الشمسيه، تجاره العدسات اللاصقه بجميع انواعها. بالنسبه للمواطنين، المواطن دائما وابدا لازم يبحث عن الأمور اللي بتحمي عينه، لازم يبحث دائما عن المصداقية، لازم يبحث دائما عن الأشياء اللي بتخليه يكون هو مرتاح من الناحية المادية وبنفس الوقت من الناحية الصحية. بالنسبة لأصحاب المحلات، إحنا دائما بنوجه رسائل لأصحاب المحلات وللفاحصين كمان إنه اشتغلوا على موضوع التوعية للمواطن أكثر. حلو، تمام. طيب سيدي، اليوم إذا ما قارنا أسعار النظارات اللي أنت بتتحدث عنها اللي هي الأصلية والنظارات المقلدة، هذه بتعمل ضرر، هذه ما بتعمل ضرر، هذه سعرها خلينا نحكي دينارين أو 3 دنانير، وهذه حقها 30 و40 و50 دينار. طب هذه الأسعار الغالية إجباري تخلي المواطن يتجه لهذه النظارات المقلدة. بالضبط. اليوم ما في معادلة نوصل لحل وسط بأنه نرخص هذه النظارات حتى نقضي على هذه النظارات. تمام. هلأ بخصوص الأسعار، دائما السعر ما يعني سعر مش دائما بعطي النظارة جودة. تمام سيدي. فموضوع الأسعار مش زي ما الناس بتتخيل إنه سعر النظارة الشمسية أسعارها فلكية بالمية وبالمئتين دينار. في يعني أنت لما تشتري نظارة براند أو أي إشي أنت بتشتري ماركة، أنت فعليا معادل تدفع سعر الماركة اللي أنت بتشتريها. ريثما إنه أنت بتقدر تشتري نظارة شمسية ب25 دينار، تكون فيها حماية كاملة، يكون إطارها مصنوع بطريقة ممتازة، المادة المصنع منها ما بيعمل أي مشاكل للجسم، عدستها ممتازة جدا من UV 400، من بولارويد، من جميع طبقات الحماية ممكن تتوافر في النظارة. بس انت بدك تعرف وين انت بالضبط، بس انت بدك تعرف وين تشتريها. وما تنسى كمان انه احنا كمواطنين، يعني معاذ انت بتعرف يعني اقل مواطن خلينا نحكي يعني بشكل بسيط ممكن بيشتري تليفون سعره 100 دينار. صحيح. تمام. ريثما انه يشتري نظارة ب25 دينار بحسها ثقيله. فاحنا مشكلتنا في اولويات الناس، مش في انه النظارة غالية او النظارة هذا يقاس برضو. نرجع فعليا لك. انت معاذ اسف على المقاطعة. فعليا انت معاذ لما تشتري نظارة سعرها دينارين، قديش رح تدفع على عينك لا سمح الله اذا صار معك اي مشكلة، اذا صار فيها ضرر واذا زبطت عينك بعد المشكلة. تمام. بس عشان نوضح انه اليوم من الميدان تطرح هذا الموضوع ليس لترويج اي نوع من انواع النظارات، احنا بنطرح هذا الموضوع لحماية المواطن، حماية لانه المواطن. اليوم فعليا صارت بكثرة على الاشارات الباعة المتجولين عم بيطرحوا هذه النظارات وعم بتسبب، صار عندنا مشاكل من هذه النظارات التجارية. بس اليوم محمد انا القصد اللي بدي احكي فيه بأنه حتى عندما نتجه إلى النظارات الطبية، لما الدكتور يكتب النظارة الطبية ولأحد المرضى بتتجه للأرخص، هل السعر بيلعب دور ولا ممكن عادي تلاقي عدسة ب5 ليرات ولكن من محل موثوق ممكن موجودة؟ 100%. هلأ إجمالاً الأطباء ما ببحثوا دائما على الشيء على السعر الارخص او ببحثوا على الامور هاي، لا، الطبيب بهمه انه تكون النظاره مطابقه للوصفه ولقياس النظر اللي بيكتبه للمريض، هذا اول شيء. بالنسبه للاسعار، النظارات مثلها مثل اي شيء موجود في الدنيا، بتلاقي منه الاشياء الرخيصه، بتلاقي منه الاشياء المتوسطه، وبتلاقي منه الاشياء الغاليه. ما في ستاندر معين انه يكونوا ماشيين عليه اصحاب محلات النظارات او الفاحصين او الامور هاي كلياتها. ولكن احنا دائما الرساله بنوجهها لجميع المواطنين، اتجهوا دائما لأهل الاختصاص وتوجهوا دائما لمراكز البصريات، لأنه مركز البصريات وفق نظام الدولة، تمام، وفق العرف المتعارف عليه في الأردن، هم الأشخاص المخصصين والمرخصين لتجارة هاي الأمور. جميل جدا. فاحص البصر المتواجد داخل مركز البصريات شخص حاصل على جميع المزاولات في هاي المهنة. طبعا أنت ما بعرف إذا بتعرف معاذ أنه إحنا عندنا 3 مزاولات لهاي المهنة، عندنا مزاولة بفحص البصر، عندنا مزاولة بتجهيز النظارات الطبية، وعندنا مزاولة في تركيب العدسات اللاصقة. فأقل شخص قاعد في مركز بصريات دارس على الأقل من 3 سنوات ل4 سنوات. جميل جدا. طيب هلا بدي أروح بس لموضوع كثير مهم ولازم نحكي عنه، هل هنالك صناعة وطنية للنظارات؟ في عندنا صناعة أردنية ولا كل النظارات مستوردها من برا؟
والله احنا نتمنى من الله عز وجل انه الاردن يصير فيها مصانع نظارات ونصير نصنع في الاردن، ولكن حاليا لا يوجد تقريبا او 100% احنا جميع النظارات تيجي من خارج الاردن. طيب خلال جائحه كورونا هل كان هنالك تاثير كبير على الاستيراد؟ كان في يعني من قبل ما تبلش جائحه كورونا في الاردن اي من ايام الصين لما سكرت الصين كثير قطاع البصريات تاثر، وتاثروا كمان المواطنين لانه احنا من الخدمات اللي خلينا نحكي اساسيه الصحيه، كثير مواطنين كانوا يحكوا مع اصحاب محلات مع فاحصين مع ناس بيعرفوهم انه نظاراتنا مكسره بدنا نعمل نظارات، احنا مش شايفين، احنا امورنا سيئه. الحمد لله رب العالمين يعني قدرنا نفتح قطاعنا من اوائل القطاعات اللي فتحت. جائحه كورونا اجت بشكل يعني سيء نوعا ما على قطاع البصريات، يعني هي مرت على كل القطاعات. محمد سريعا للوقت قبل ما يداهمنا بدنا نصيحة أخيرة للمواطنين كصاحب محل وأيضا كعضو هيئة إدارية في اللجنة وفي الجمعية الأردنية لفاحص البصر. دائما أنا بنصح جميع الناس بالتوجه لأهل الاختصاص في كل شيء مش بس في النظارات، أما في النظارات فأنت بحاجة لإنسان ثقة بتعرفه تتوجه إله دائما وتوجهه دائما. هاي الجزء الكلمة راح أعيدها 3 مرات، مراكز البصريات هي الأماكن المخصصة والمرخصة لتجارة البصريات. مكان المركز البصريات هو مكان فيزيائي حقيقي موجود على أرض الواقع، لما تشتري من عنده نظارة لو واجهتك أي مشكلة في هاي النظارة ممكن ترجع له، ممكن أنك تحل مشكلتك عنده. أما بالنسبة لمواقع الأونلاين اللي أنت بتشتري نظارتك منها، أنت فعليا ما بتعرف مين باعك ولا بتعرف مين جاب لك النظارة ولا بتعرف شو النظارة فعليا اللي أجتك. وبالنسبة زي ما حكيت معاذ البسطات أو طارعة الطريق أو الأمور هاي كلها هي أماكن غير مرخصة وغير مخصصة لبيع النظارات، وغالبا أو يعني خلينا نحكي 99.9% أنه هاي النظارات مقلدة وبتعود بضرر كبير جدا عليها. ونحن هذا ما نبحث عنه، دائما نبحث عن سلامة المواطن. شكرا لك محمد. حبيب معاذ الله يسعدك. وشكرا لهذه المعلومات القيمة. إذا من الميدان اليوم هذا الحديث الشيق حول النظارات والعدسات المقلدة، دائما نهتم بصحتكم بصحة المواطن الأردني، عليكم الابتعاد قدر الإمكان عن الأمور التي تضركم، وخصوصا نتحدث اليوم عن العيون، هذه الحاسة التي نرى بها ولا نستطيع أن نبتعد عنها ولا أن نفقدها لا سمح الله. من الميدان عودة إلى استوديو دنيا يا دنيا، صباحكم سعيد.